واش واش لا فافا، جيسبر تكونوا كاملين صبحتوا مزيان. معكم اسماعيل، اليوم فيديو جديد. الا كنتي اول مره غادي تتفرج في شي فيديو ديالي، ما تنساش اخويا تهبط لتحت تبرك على سبسكرايب باش يوصلك الجديد ديالي. تخلي لي شي جيم وشي كومونتير باش تزيد تموتيفيني نلوح لكم بزاف ديال لي فيديو، اكثريه في هاد لا بيريود اللي عارفينكم ان المغاربه كاملين جالسين في الدار وكيخصهم غير فين يدوزوا الوقت ويبعدوا من الملل. سي بور سا قلت نبارطاجي معكم واحد الاكسبيريونس اللي غادي تقدر تفيدكم في هاد لا فيديو. كما تشوف العنوان غادي نبارطاجي معكم الطريقه باش جيت انا لاوروبا، دونك جيسبر بيان تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم ومع لا فامي ديالكم، وسيرتو الناس اللي كتشوفوهم كانهم انتريسي باش انهم يجيو لاوروبا. هذه هي لوكازيون باش تجيو بان فاسون اللي هي ليغال. سو خليكم مع لا فيديو حتى الاخر حيت غادي يكونوا فيها دي زانفورماسيون اللي مهمين بزاف. كما عارفين انا جيت لهنايا لاوروبا، بالضبط لدوله البرتغال، باش نكمل قرايتي في واحد اليونيفرسيتي اللي سميتها اوتاد. لا بروميير بارتي غادي نعرفكم على هاد اليونيفرسيتي، شنو يمكن لكم تقراو فيها وجميع لي زانفورماسيون اللي غتقدروا تحتاجوها. لا دوزيام بارتي غادي نوريكم لا بروسيدور كيفاش تقدروا تدفعوا هاد اليونيفرسيتي، وان شاء الله تقبلكم كما قبلتني انا وتجيو تكملوا قرايتكم هنايا. اوتاد كاي يونيفرسيتي في العالم، مور الباك يمكن لك تجي تكمل فيها قرايتك اوتون كباشوليي، دير ليسونس، ماستر، دكتوراه، ما كاينش المشكل. غير هو كما عارفين كان اي دوله غادي تمشي لها خصك تقرا باللغه ديالهم، وهنايا كما عارفين البرتغال كيهضروا بالبرتغاليه وكيقراو بالبرتغاليه، دونك تي اوبليجي انك دير اني بريباراتوار ديال لا لونغ عاد باش تكمل قرايتك هنايا. دونك هذا هو لافونتاج الاول اللي كتعطيك اوتاد، هو انه يمكن لك تجي تقرا اللغه البرتغاليه هنايا في البرتغال، يقراوها لك برتغاليين، تحكم مع الشعب ديالهم وتعرف الثقافه ديالهم عن كتب، عكس بزاف ديال الدول بحال مثلا المانيا، اسبانيا ولا ايطاليا كيخصك دير داك لاني بريباراتوار وانتيا باقي في المغرب. اهم انفورماسيون خصك تعرفها على هاد الكور بريباراتوار ديال لا لونغ بورتوغيز وهو بايون. دونك اخويا كتخلص 2500 اورو، ما يقارب 2.5 مليون مغربيه، باش تقرا هاد لو كور بريباراتوار اللي فيه 4 ديال لي نيفو، كاين الا 1 الا 2 البي 1 البي 2. دونك بالنسبه ليا هاد لافورماسيون قبل ما تدفع لهاد اليونيفرسيتي خصك تكون عارفها. دابا غادي تسولني على شنو هما الشروط باش تدفع لهاد اليونيفرسيتي، ولا شنو هما لي كونديسيون اللي كطلب هاد اليونيفرسيتي. لي كونديسيون ساهلين بزاف اخويا. اول حاجه خص يكون عندك الباك، ما كيهمش العام فوقاش خديتيه، تقدر تكون خديتيه في 2010 2011، ما كيهمش الشعبه اللي خديتي بها الباك، علوم، اداب، ايكونومي، ما كيهمش. لو بلوز امبورطون سي كو ان خص يكون عندك الباك. ثاني حاجه وهي خص يكون عندك الباسبور بيان سور، هذه حاجه باينه. ثالث حاجه كتخلص لي فري ديال الدوسي، باش يتريتيو الدوسي ديالك وصيفطوا لك لا ليتر داكسبتاسيون خصك تخلص 250 اورو. دونك هادشي كامل اللي قلت لكم غادي نوريه لكم دابا كيفاش تقدروا تبوستيو لهاد لونيفرسيتي. لا بروسيدور ساهله بزاف، ما غاديش تاخذ منكم بزاف ديال الوقت، غادي نوريكم كلشي دابا في البيس ان شاء الله. واهم حاجه سي كو ان هاد لا بروسيدور ما بين انك تدفع لي لونيفرسيتي ويردوا عليك ما كيتعطلوش عليك اكثر من 20 يوم. دونك ما بين بوسولي ولا ليتر داكسبتاسيون 20 يوم، من موراها تقدر تمشي تدفع الدوسي ديالك ديال الفيزا. دونك غادي تدخل للسيت ديال هاد لونيفرسيتي اللي هو اوتاد، ها هي السميه كامله ديال لونيفرسيتي. هنايا السيت ديالهم بالبرتغاليه غادي دير تخادوي الفرنسي باش تقدر تفهم شنو كيقولوا لك هنايا. غادي تهبط ايتوديون انترناسيونال، غادي لهنايا غادي تشوف ها هما لي زانفورماسيون، واش نتايا باشلر، ماستر انتغري، ماستر، دكتوراه. دونك كيما قلت لكم يمكن لك تكمل شنو ما بغيتي. حنايا كيهمنا الكور بريباراتوار دو لا لونغ بورتوغيز، كتدخل كتكليكي على هادي، كتجي لهنايا كيعطيوك الشرح ستركتور ديال الكور كامل، شنو غادي تقراها، هما لي نيفو اللي غادي تقرا في العام ديال اللغه، كومون بوستولي، كلشي. دونك نبداو حنايا ايطاب باغ ايطاب. هذه هي لا بيريود لي بوستوليت فيها انا 2019 2020.
هنايا اون فوا غادي تحل الانسكريبسيون فيك دابا فهاد الوقيته مازال ما تحلات كتلقى واحد لوليا هنايا هنايا فين غادي تبرك فين غيعطيوك تسكاني الباسبور ديالك الباك ديالك والغوسي باش خلصتي داك لي فري دوسي اللي هي 250 اورو. دونك هنايا غنجيو ستركتور ديال الكور كما قلت لكم كيشرحوا لك كلشي لي نيفو A1 A2 B1 B2 كومون بوسولي ها الوقيته فوقاش كتحل لونيفرسيتي الانسكريبسيون من 30/4/2019 ل 29/9/2019 وكما قلت لكم هذه هي لا بيريود فين بوسوليت انا. دونك النهار غادي تحل في هذا العام غادي تلقاو 30/4/2020 29/9/2020 ها هي داك القضيه اللي قلت لكم ديال لي فري ديال الدوسي 250 ها هما لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاجو باش تصيفطوهم للبنكه ديال لونيفرسيتي وداك الغوسو اللي غادي يعطاو لكم هو اللي غادي تسكانيوه وغادي تصيفطو لداك الفورمولير دو دوموند. كتهبط لتحت كتلقى دوتغ انفورماسيون على ليبرجمون بحال تقدر تكري واش بغيتي سيتي يونيفرسيتير الا كنتي غادي تغيزيرفي وانت باقي في المغرب تقدر تكونتاكتيهم هنايا كتصيفط لهم ايميل قبل. المهم كيعطيوك دي زانفورماسيون. هنايا كنوصلوا للبيمون ديال لي فري ديال القرايه اللي غادي تقرا في داك العام ديال اللغه اللي كما كتشوفوا 2500 اورو اللي خصك تخلصها قبل ما تبدا القرايه. كتزيد لتحت كتلقى لاسيغونس دو مالادي شنو كتحتاج ديك الساعه داكشي ديال الفيزا. دونك هنايا غادي تدخل غادي تلقى اي حاجه تقدر تحتاجها في السيت ديالهم والا احتاجيتي اي حاجه ولا ما فهمتيش اي حاجه اخويا تقدر تكونتاكتيني في الانستغرام ديالي انا مستعد نعاون اي واحد اللي بغى يجي ونوقف معاه ايطاب باغ ايطاب حتى يجي لهنايا ان شاء الله ويوقف على رجليه. كما شتو اخوتي هادو هما لي زيتاب ولا هادي هي لا بروسيدور باش تدفع لهاد لي يونيفرسيتي. دونك ما غادي تحتاج لا الاجونس تنصب عليك ولا حتى شي واحد ما غاديش تاخذ لك وقت طويل بزاف وما غاديش تاخذ منك ان غون ديفور. كما قلت لكم غادي تحتاجوا ثلاثه ديال الحوايج باش تدفعوا لهاد لي يونيفرسيتي الباك ديالك باسبور والغوسي باش خلصتي داك 250 اورو. وكنتمنى من اي واحد دفع لهاد اليونيفرسيتي يصيفطوا له لا ليتر داكسبتاسيون. لا ليتر داكسبتاسيون انا غادي نخليها لكم تشوفوها هنايا. كما شفتوا هذه هي لا ليتر داكسبتاسيون اللي كانوا صيفطوا ليا فيها لو نون لو برينون نيميرو دو الباسبور ناسيوناليتي لو كور اللي غادي نقراه و لا بيريود اون بليس دو سا كاتب لي تما انهم عاطيني بيت في سيتي يونيفرسيتير. مي منين جيت لهنايا سولتهم قالوا لي الصراحه حنايا كنديروا داك القضيه غير باش يسهلوا عليك في لا بروسيدور دو فيزا ويعرفوك ان راه عندك فين تجلس ولكن اون فوا غتجي لهنايا ما نقدروش نعطيوك البيت حيتاش ما كاينينش بزاف ديال البلايص وكنعطيو غير الناس اللي جاوا للوالا. اون بليس دو سا الا سهل عليك الله وجيتي لهنايا خويا ما كننصحكش تجلس في سيتي يونيفرسيتير على ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه ما يمكنلكش طيب في سيتي يونيفرسيتير. ثاني حاجه الا بقيتي كتاكل في الزنقه غادي تقام عليك القضيه غاليه. لا كونتين ديالهم كيديروا كاين في سيتي يونيفرسيتير بحال واحد المطعم كاين 2 اورو 50 للروبا دونك كتقام عليك النهار بشي 6 اورو ونص ولا 7 والقضيه غاليه. ثالث حاجه وهي داك الفلوس اللي غادي تخلص للسيتي يونيفرسيتير تقدر تمشي تكري بهم شومبر وتطيب في الدار وتقام عليك القضيه رخيص. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو جيسبر تكون عجبتكم لا فامي تكونوا استفدتوا منها. واحد لانفورماسيون بغيتكم تعرفوها هاد البروموسيون ديال المغاربه اللي جاوا يقراو هاد الكور بريباراتوار في ايطاد اول بروموسيون جات من المغرب. دونك هاد الوسيله ولا هاد الطريقه ما عارفينهاش بزاف ديال المغاربه. جيسبر انكم تبارطاجيو او ماكس بوتيتر يكون شي واحد انتريسي وتكون هذه هي الوسيله ديالو باش يجي لاوروبا. من جهتي انا مستعد نعاون اي واحد ما عليكم الا تكونتاكتوني في انستغرام والا بغيتو ندير لكم دوطغ فيديو على كيفاش تقدر تشد رونديفو باش تدفع الدوسي ديال الفيزا شنو هما الوراق اللي غادي تحتاج باش تدفع الفيزا. ما عليكم الا تخليو لي الاسئله ديالكم في كومونتير ولا تدخلوا عندي الانستغرام وانا راه الاشاره ديالكم. كان معكم اسماعيل تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد وبقاو في داركم ما تنساوش.